بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا فيما يخص مبادئ الكيمياء، سنتحدث اليوم عن أنصاف أقطار إلكترونيات، الإلكترونات المتساوية Ready of Isoelectronic Series. طبعا هنا عندما نتكلم عن الإلكترونات المتساوية Isoelectronics، نتحدث عن تساوي في عدد الإلكترونات، نتحدث عن تساوي في عدد الإلكترونات. هذه المعلومة مهمة جدا لنا نحن في عدد الإلكترونات. طبعا هنا أخذت مجموعة متتالية، أنا أترك لك الآن هو number of proton number of electron، ونحاول أن نبحث عن نصف قطر. نصف قطر يعني نحاول أن نبحث عن حجم كل من هذه الذرات، هذا هو الراديوس. عندي أنت لو أتيت على الـ S، بما أنه هنا الـ S، فما هو عدد البروتونات فيه؟ أترك لك مهمة البحث في الجدول الدوري، هنا 16، هذا يليه 17 لأنه ناقص واحد، 17 طبعا ناقص واحد الآن يغير في الإلكترونات، الكي عندنا 19، والسي اي عندنا 20. شلون؟ إذا لو تعلمنا أن البروتون لا عدد البروتونات لا يتغير، لكن الذي يتغير عدد الإلكترونات، سواء تم إعطاء أو سواء أعطي إلكترون أو أخذ إلكترون، فهو الذي يتغير. هنا قال لي بأنه 2 سالب، إذا هو حصل على إلكترونين زيادة، تصبح عندي 18، أعتذر، هكذا بهذا الشكل 18. ونحصل الكترون زيادة، إذا فهو عندي 18. هنا موجب تخلى عن الكترون زيادة، إذا هو 18. إذا وهو عندي الآن أيضا تخلى عن الكترونين زيادة، إذا هو عندي 18. لاحظ كلها لها نفس العدد من الإلكترون. لو أنا سألت الآن، سألت سؤال بسيط منطقي الآن، أي هذه الأيونات هو الأكبر حجما؟ وأي هذه الإلكترونات هو الأصغر حجما؟ أرجو منك عزيزي المشاهد الطالب أن توقف الفيديو وأن تحاول حل هذا السؤال بمفردك، اعتمادا على ما قد شرحناه في الفيديوهين السابقين. وإن لم تستطع أن تحله، عد إلى إكمال هذا الفيديو وإن شاء الله ستجد الحل اليقين هنا. إذن أنا أترك لك مهمة الجواب، بما أن كلها تشترك في نفس عدد الإلكترونات، نقول أن الأكبر هي السلفايد، هي الأكبر. لماذا هي الأكبر؟ والقاعدة، كيف هي القاعدة؟ القاعدة أقل عدد بروتونات في النواة يتعامل مع عدد الإلكترونات في هذه الحالة. إذا لأنها تحمل أقل عدد إلكترونات 16 تتعامل مع 18، أقل عدد بروتونات عفوا 16 تتعامل مع 18 إلكترون، إذا فهي الأكبر. إذا أكبر نصف قطر عندنا السلفايد، وعلى نفس القاعدة الأصغر هنا ما هو؟ هذه هي الأصغر. لماذا؟ على نفس القاعدة استنتاج، لأنها تحمل أكبر عدد بروتونات، أكبر عدد بروتونات يتعامل مع نفس العدد من الإلكترونات، إذن فهي الأصغر. تستطيع عزيزي المستمع أن تعود إلى أي صورة في الإنترنت، وإن شاء الله ستشاهد بأن حجم ذرة السلفايد هو أكبر من حجم ذرة السي اي. طبعا هنا السلفايد يعني السلفايد 2 نيجاتيف. وإن شاء الله أكون قد وفقت في هذا الدرس.
أشكر لكم حسن استماعكم، لا تبخلوا علي بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.